حافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة عن نتائج التقرير الختامي لأعمال المجلس التنسيقي في دورته الثانية التي بلغت مدتها 4 سنوات، حيث حقق المجلس جملة من المنجزات التي أضافت رصيدا هاما لمسيرته. أكد سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن نتائج عمل المجلس التنسيقي التابع للمحافظة في دورته الثانية لعام 2018 التي استغرقت 4 سنوات قد شهدت تجاوبا وتفاعلا بفضل العمل التشاركي والتنسيقي القائم بين المحافظة والجهات ذات العلاقة من جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى. بداية أحب أني أشيد بقرار صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان في تشكيل المجلس التنسيقي، واللي احنا اليوم آخر اجتماع في دورتنا 4 سنوات انتهى، ولا شك أن هذا المجلس له دور كبير في متابعة احتياجات الأهالي في المناطق، وإحنا خلال 4 سنوات رفعنا 356 توصية للجهات المعنية من وزارات، وهناك تجاوب 64% مع هذه التوصيات، واللي يدل على تجاوب الوزارات ومن أجل خدمة الأهالي والمقيمين في محافظة العاصمة. قدمنا 139 تقرير خلال هال4 سنوات، ولا شك أنها دورة حافلة. حبيت أشكر جميع الأعضاء ممثلين الوزارات الهيئات وكذلك ممثلين الأهالي على دعمهم لنجاح هذا الدورة، لا شك نجاح كبير. تمت مناقشة وعرض 139 تقريرا في مجالات خدمية واجتماعية وأمنية متعددة بإجمالي عدد اجتماعات بلغت 44 اجتماعا طوال السنوات الأربع الماضية. مجلس متميز حقيقة بأدائها ومخرجاته، وكلنا نعمل كفريق واحد. أعتقد كل التوصيات هذه تدعم حقيقة العمل الخدمي والاجتماعي والفني في محافظة العاصمة. وقد اعتمد المجلس التنسيقي 356 توصية تم رفعها جميعا إلى الجهات المعنية لدراستها والنظر في إمكانية تنفيذها. اللي تم إنجازه يعتبر نسبة كبيرة في مدة 4 سنوات اللي قضيناها في المجلس، والطموح طبعا كبير. أتمنى عدة نقاط لازم تنظر في المجالس القادمة، خاصة وقوف السيارات، توفير مواقف أكثر في العاصمة، لأن هذه الحلول بتؤدي إلى نجاح أكبر للبحرين. يذكر أنه تم تنفيذ 28% من التوصيات، في حين وصلت نسبة التوصيات التي هي قيد التنفيذ إلى 35%. أما فيما يتعلق بالتوصيات غير المنفذة فقد بلغت نسبتها 37%، ما يعني أن ما نسبته 64% من إجمالي التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية خلال الدورة الثانية حظيت بالتجاوب والتفاعل. إيمان شرف لمركز الأخبار.